وفي كوريا الجنوبية ورغم تخفيف القيود مددت سول حملة التباعد الاجتماعي حتى الخامس من مايو المقبل، وذلك استعدادا للإجازات العامة في البلاد، كما اتخذت إجراءات لتقييم الإصابات التي قد تكون وقعت. في كوريا الجنوبية بقي عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في الأيام الماضية في حدود العشرة رغم خضوع 600 ألف شخص لفحوصات كورونا. إجراءات اتخذتها الحكومة لتقليص عدد الإصابات، من بينها تعليق الدخول من دون تأشيرة، كما مددت حملة التباعد الاجتماعي حتى الخامس من مايو المقبل استعدادا للإجازات العامة في البلاد المقررة آخر أبريل وأول مايو، تمديد يضمن بقاء السكان في منازلهم ويمنحها وقتا لتقييم الإصابات التي قد تكون وقعت. نحن نحتاج إلى 60% مما يسمى بمناعة القطيع، أي إذا أصيب 60% من سكان بالفيروس لن يكون هناك مزيد من التفشي. في كوريا أعتقد أن لدينا نسبة إصابة أقل من 1%، لذلك يمكننا القول أن كوريا لم تصب بالفعل إطلاقا بالفيروس، مما يعني أننا قد قمنا بعمل جيد جدا. لكن على الرغم من ذلك وعند قدوم الموجة الثانية، في حال لم نكن مستعدين، سيكون هناك تفشي أضخم وأصعب كما حصل في الدول الأخرى. الحياة تعود تدريجيا إلى كوريا، لكن بحذر. يبدو ذلك في شوارعها ومرافقها العامة، ورغم أن الحكومة خففت من القيود إلا أن الخوف ما زال قائما. أنا أتفق مع قرار الحكومة بخصوص استمرار حملة التباعد الاجتماعي، لأن كورونا لم تنتهي بعد بشكل مثالي، لابد من الحفاظ عليها مهما كانت المدة التي سنحتاجها حتى لشهور عدة. الحكومة خففت الإجراءات لكنها شددت على أن لا عودة لحياة ما قبل كورونا حتى الآن على الأقل.